السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عرائي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. قاعد ونتصفح كالعادة على السوشيال ميديا ونلاقي رورو منزلة فيديو خطير جدا، قلت يمكن هي مثلا عشان كانت نقد شوية، ولقيت مافيا منزل برضو فيديو شغال في شتيمة في عيلة آلة داوود شوية، قلت لأ ده في حاجة شوية ريري، يعني ريري ورورو ومافيا، وأخيرا حسن رياكت منزل فيديو. الله الله الله، في يا جماعة إيه اللي حصل؟ قال لك البث المباشر اللي هم كانوا عاملينه في مصايب جدا، اللي هو الإخوات حلمية وزهية، الأخ مصطفى والأخ حمادة، وقال لك إن البث خطير جدا جدا في بلاوي سودا. قلت لا بقى، ما دام شتيمة وبلاوي سودا وكده والدنيا خربانة، لا خش وشوف البث في إيه، ما هو اكيد في حاجه كوارث ما دام في حاجه زي كده. وبالفعل دخلت كان ليا تعقيبات كتير على حاجات كتيره جدا جدا، حابب ان انا ارد عليكم فيها، بس يا ريت لما بننتقد حد يا جماعه بلاش نسيء ليه، بلاش نقول عليه نسوان، بنقولش على المراه، بلاش الحاجات دي كلها، لان الكلام برضو عيب، يعني احنا ما نرضيش ان حد يشتمنا واحنا برضو ما نغلطش في حد. فطبعا كنت شايفه في اخطاء، انا ما بنكرش ان الفيديو في البث كان فيه اخطاء خطيره، يعني زي ما بيتكلم ويقول لك بيعاير بنت اخته ببسات هيطلعها وهيوريها لجوزها ويعايرها. طب ازاي تعاير بنت اختك وتقول لها انا هطلع لك بسات ولايفات وحاجات خطيره وهوريها لجوزك ومش فارق معاك انها تتطلق ولا تتدمر ولا يحصل فيها اللي يحصل فيها؟ ازاي يعني؟ شوف انا بقول لك في اول القصيده لقيتها كفر كده في الاول، لقيته طبعا بيتكلم في حاجه كده. طب ازاي وانت خالها؟ ما ينفعش انه يطلع منك حاجه زي كده. الخال والد، يعني الاب لما بيموت الاخ الكبير بيبقى هو اللي مكان الاب، فما ينفعش ان انت يحصل منك حاجه زي كده تقول انا هطلع وعاير بنت اختي. تعايرها ازاي وتقول لها هوري لجوزك واعمل، وين المشكله لما يطلقك ولا تتدمري ولا ده مش صح، ما يطلعش منكم المفروض الكلام ده، تخلوا بالكم من الكلام ده. فكلام في غايه الاهميه، يعني انا وانا قاعد استغربت اهو كلام شايف ان هو يدينه هو، لانها عرضه وشرفه، يعني حتى لو جوزها طلقها خلاص هي اتطلقت، بس لو ممكن تستغنى عن جوزها لكن ما ينفعش تستغنى عن خالها، في دم بيربطهم يا جماعه. ازاي حاجه زي كده؟ انا مش فاهم بجد، انا حسيت ان ايه الناس بتبالغ شويه لما لقيت فيها بعض الاخطاء. كان فيها بعض الكلام اللي انا متفق معاه فيه، كان فيه، بس في اخطاء كارثيه ما ينفعش انها كانت تخرج كده. طبعا وفضل بقى كلام عن ريري فظيع. إذا كنت أتتفق أنت معاها أو تختلف معاها فاحترامها واجب. يعني إذا كنت أنت تتفق أو تختلف احترامها واجب، ليه؟ لأنها ست. دي قالت وعملت وقالت كلام كتير أوي أوي، قالت، بس ما ينفعش أنت ترد عليها. يعني إذا أنا بتفق مع حد أو بختلف معاه ما ينفعش إن أنا أطلع وأدب فيه مباشرة وكده، زي ما هو عمل لا أنا هعمل، لا ما ينفعش. أنا مش شايف إن حاجة زي كده. ثانيا هي لو بتعمل حاجة بتعمل حاجة عشان خاطر أختك. لو هي طالعه وبتدافع وبتهاجمك انت بتهاجمك عشان خاطر اختك مش عشان حد غريب، فلازم تتقبل كلامها وتصبر وتستحمل. واخوك برضه حماده ما ينفعش يقول عليها رقاصه. ازاي يقول عليها رقاصه؟ كلام كبير قوي يا جماعه، رقاصه وشويه تقول بنت رقاصه، ما ينفعش الكلام ده، عيب. فانا شايف ان في كلام كتير ما كانش ينفع يخرج منكم. في مشاكل داخليه ما بينكم محدش يعرفها، ويستحسن ان محدش يعرفها، ما تطلعهاش على الملأ. حتى لو اخواتك البنات غلطوا وطلعوا كلام، انت ما ينفعش انك تغلط وتطلع الكلام. هم قالوا غلطوا وعقلهم قد كده، المفروض انت راجل عقلك كبير، ما ينفعش ان يطلع منك كلام زي كده. في مشاكل داخليه، عارفين ان في كل البيوت فيها مشاكل داخليه، فتخلي بالك من الكلام اللي بيخرج منك. كل بيت مقفول عليه بلاويه، فما ينفعش ان انا اطلع وافضح الدنيا وهفضح اختي وافضح بنت اختي وهعمل وهسوي واقول كلام، ما ينفعش انه يطلع منك انت كراجل. واتكلمت عن ان البيت اللي هم قاعدين فيه باسمك ومش باسمك، او كلام البيت اللي هم بيجوا فيه باسمك ومش، ايه المشكله؟ ما احنا قلنا الخال والد وجم في بيتك، يعني كانهم بيتهم هم، وهم ان هم قاعدين في المكان اللي هم قاعدين فيه، او ان هم يجوا في بيتك حتى وبيقولوا ان ده بيت ابوهم ولا بيقولوا اي حاجه، مش مشكله، اسمع الكلام واسكت. ما ينفعش انك في كل حاجه هتطلع ترد عليها كده، اكبر غلط. المفروض ان انت اخ كبير، يعني السند، يعني الظهر، يعني الاب. وطلعت غلطت كتير في حلميه وبنتها على الملأ، ده اكبر غلط. ما ينفعش انك تطلع وتغلط على الملأ كده على اختك وبنت اختك، اكبر غلط. انا شايف الفيديو كان فيه اخطاء كارثيه للامانه. يعني انا قلت هجوم الناس عليكم او قنوات النقد عليكم ما كانش ينفع، لكن في بعض الاخطاء انتوا وقعتوا فيها، ده كان بس كارثي.
وحماده يرجع يقول لك انا مش هممني المتابعين. امال انت همك ايه يا حماده؟ انت لو مش همك متابعين ومش همك مشاهدات مش هتعمل بث دلوقتي وانت عارف ان اخواتك كانوا لسه في القسم. لو انت مش همك متابعين ومش همك مشاهدات ما كنتش هتعمل بث مباشر. عايز توضح وضح بعد ما الدنيا تهدى، لكن مش هتطلع دلوقتي وتوضح. طبعا مصطفى قاعد يشتم على اليوتيوب ومش على اليوتيوب واللي عملوه واللي سووه الحاجات دي كلها. اكبر غلط، دي منصة موجودة الناس كلها بتتكلم فيها، واللي كل واحد بيعترض عن حاجة او كل واحد بيتكلم عن حاجة او بيوضح رأيه في حاجة وبيعرضه ما فيهاش ادنى مشكلة. انما تطلع وتغلط، طب ما انت لو جيت بصيت هتلاقي ان عيلة آلة داوود كلها شغالة على اليوتيوب وكله بيسترزق من اليوتيوب. ما ينفعش الحاجة اللي هي مصدر رزقكم تطلعوا تشتموا عنها، هتقول لا انا ماليش دعوة بيها وانا ما بستفادش منها. طب ما انت طالع ساعة و10 دقايق وانت عم طالع عمال بتتكلم على اليوتيوب. انت بقى تستفاد، اخوك يستفاد، مش هتفرق كتير، المهم ان الفايده جايه لكم انتوا الاثنين او جايه لكم في البيت عندكم. فما ينفعش ان تطلع وتشتم. قعدت تقول الفاظ بذيئه بجد الواحد ما يقدرش يقولها، خرجت يعني مش عارف خرجت من بقك ازاي، انا مش عارف. وانت عارف ان ناس كتيره هتشاهد الحاجات زي كده، وناس كتيره هتسمع الحاجات دي، وناس حاجات هتشوف الفيديوهات بتاعتك، يبقى ازاي تطلع تقول حاجه زي كده؟ واثناء الواحده يعني اثناء البث واحده تخرج بتفاصيل للاخت ريري وطالعه واسمها فلانه الفلانيه واسم ابوها الفلان وجدها علان واسم جوزها واسم ولادها وبنتها الكبيره مش عارف ايه. ام هاني ايه اللي انت بتعمليه ده يا ام هاني؟ ده كلام ما ينفعش انه يطلع، انت كده بتولعيها بتشعليها ازيد وازيد. يعني انت شايفه ان الدنيا مولعه خلقه، فبدل ما تطلعي وتهدي الدنيا كلها طالعه بتولعها بزياده. وحتى لو كان اختلافه مع ريري انت مش من حقك انك تجيب اي تفاصيل عنها، لان هي كقناه نقد هي طالعه بتتكلم. يعني واحد صحفي طالع يجيب اخبار، فاحنا لا احنا هنجيب اخبار الصحفي اللي طالع بيتكلم عن كده. لا يعني انا مش عارف انتوا ازاي ماشيينها كده. شيء واحد شاف خطا فطالع بيتكلم، كلنا قنوات نقد كل واحد شاف حاجه غلط طالع وبيتكلم عنها علشان الغلط ده يتصلح وما يبقاش فيه اخطاء. انا مش عارف، انا مهاني بتصرف تصرفات غريبه جدا جدا، انها تجيب بيانات حاجه زي كده. واحد تاني طالعه وتلا ده انا اقول لكم الاكتر من كده، انتوا في ايه بتولعوها بتشعللوا الدنيا اكتر واكتر. انا الحاجه الوحيده اللي انا ممكن ايدك معاك فيها واللي انا شفته دي حاجه كويسه منك، حته مواجهتك مع حلميه او بنتها في اي بس حد يجمعكم كده بس وتطلعوا انتوا الاثنين وتتكلم عن كل حاجه. انا شايف ان انك تطلع وتتكلم عن كل حاجه ده غلط، بس انت قلت لا انا هطلع واتكلم. بس لو حد لو حلمية رفض او اي حد رفض انه ما ينفعش انه يطلع واتكلم في اي حاجه، قلت ما حدش يطلع يتكلم تاني وحد يلومنا تاني ولا حد يقول علينا حاجه. حته مواجهتك انك تطلع وتقول انا هواجه وابص في البث بقى واطلع واتكلم في كل حاجه، هو انت بتدل ان انت ايه؟ حقاني شويه، حاجه كويسه منك. لكن تقول هتكلم في كل حاجه ده مش صح. طب ما انت مش عايز حد يغلطك، يبقى خلاص. وانت وانا مقتنع معاك بالكلمه اللي انت بتقولها، حته ايه؟ مادام هترفضوا ان انا اتكلم في كل حاجه يبقى محدش يتكلم علينا، ودي انا وافق الراي معاك فيه. ما دام هتطلع يبقى هتتكلم في كل حاجه وده حقك، انا دي بوافقك فيها اهو، يعني ما عنديش اي اعتراض معاك، بس بما يرضي الله. مفيش حد يتبلى على حد، مفيش حد يفترى على حد في حاجه زي كده. حته بقى انك ترد على قناه نقد زي ريري او غير ريري او اي قناه نقد عامه، ده اكبر غلط. ليه اكبر غلط؟ ما ينفعش انك ترد باللفظ، لا رد بالافعال. يعني ايه ارد بالافعال؟ يعني لو انا بقدم محتوى 1 2 3 ففي خطا، فانا عايز ارد على القناه دي، هرد عليها ان انا اقدم محتوى افضل من اللي انا وصلت له بطريقه حلوه وبطريقه جميله، مش ان انا اطلع وارد باللفظ وازعق واشتم واقول الفاظ سيئه وافتكر ان انا اللي بعمله ده هو ده الصح. لا ده مش صح. الصح انك تطلع وترد بالافعال، يعني ايه؟ بالمحتوى اللي انت بتقدمه. انت شايف في مشاكل في بيتكم والدنيا خربانه، لا انا قاعد بقى زهيه وقاعد حلميه وقاعد الاثنين مع بعض وابتدي ان انا اصلح ما بينهم وانا اخوهم الكبير، وابتدي بقى ان اظبط الدنيا كلها واروق الدنيا والدنيا تهدى. مش ان انا اطلع اقول لا ده انا هعمل واسوي واشتم وارد. مش اكبر غلط انك ترد على قناه نقد باللفظ؟ ما ينفعش. وثانيا هيطلع عليك كل قنوات النقد وكله هيطلع ينتقد وكله هيطلع يقول ويقول ويقول، هتحارب الناس كلها؟ مش صح. فان انت ترد بالفعل افضل من الكلام على الملأ كده بدون افعال. حته برضو حماده برضو بعلق على كلامه كتير لانه اخطائه كتيره واخطائه كارثيه. لما يطلع يتكلم عن ريري ويقول بتبيع لحمها ودي رقاصه ومش رقاصه، كلام غلط. ايه بتبيع لحمها دي يا حماده؟ ده كلام ما ينفعش يطلع منك، ما ينفعش كلام يطلع من راجل يقول لواحده انت بتبيعي لحمك وعلى الملأ ويقول لها دي رقاصه على الملأ. مش صح. حتى لو كانت هي اخطات ما ينفعش ان انت تخطا قدامها.